أعزائي متابعين قناة أبو الياس، أسعد الله أوقاتكم. فيديو اليوم بعنوان ماذا يحصل لو توحد العرب في دولة واحدة. خليكم معنا لنهاية الفيديو لنعرف كل إشي، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك. ماذا يحصل لو توحد العرب بدولة واحدة؟ راح تكون مساحتها 13.3 مليون كيلو مربع، يعني راح نكون تاني دولة بعد روسيا وقبل أمريكا. أهم شيء قبل أمريكا. طبعاً طول سواحلها البحرية 19,000 كيلو مربع، وهذا إشي بخليها التاسعة عالمياً. وما بدنا ننسى كمان راح يكون مطلة هي على أبحر مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي. وكمان إشي مهم، بتكون مطلة على مضيق جبل طارق ومضيق باب المندل وقناة السويس. طبعا راح يكون عدد سكاننا 400 مليون نسمة، يعني راح نكون ثالث عالميا، يعني بعد الصين وبعد بعد الهند. طبعا انتاج النفط راح يكون 26 مليون برميل باليوم، يعني نحن راح نتحكم بالسعر، يعني احنا بنرفع السعر ونحن اللي بننزله، بتكون الأمور كلها بإيدينا. وما بدنا ننسى الغاز الطبيعي، تلت مخزون الغاز الطبيعي رح يكون عندنا كمان، وهذا الإشي كتير منيح، وبنقدر كمان نرفع السعر ومننزل السعر بمزاجنا. طبعا زراعيا رح يكون عندنا أكثر من 600,000 كيلو متر مربع أراضي صالحة للزراعة، يعني سلة غذائية كاملة مكملة. طبعا عسكريا رح نكون أكبر جيش عفو التاريخ بعدد مقاتلين 4 مليون مقاتل، يعني ما حدا فيه بيقدر يزعلنا، وإذا بزعلنا يا ويله. طبعا تخيلوا أنه منكون عملة واحدة، مو عمل، وعملة قوية، مو شايفين هاي؟ ما منكون بحاجتها نحن. طبعا ما بدنا ننسى إشي مهم، وهو منتخب وطني، منتخب فيه يكون محمد صلاح ورياض محرز وأنا كمان. وما بدنا نشارك كأس العالم، بدنا نجيب كأس العالم. طبعا ما رح ننسى أنه بإمكاننا أنه نطلع على تونس، أطلع على تونس، من تونس على الكويت، ومن الكويت على قطر، على الأردن، على ليبيا، بكون كلها دولة واحدة من دون فيزا. مو بس من دون فيزا، من دون كمان جواز. فهذا الشيء رح يكون كتير مهم، والأهم من هيك رح يكون عندنا عاصمتين دينية، القدس ومكة. طبعا موضوع فلسطين ما بدنا نحكي فيه أنه بكون أصلا منتهي. طبعا نحن حكينا على الإيجابيات، وأكيد في سلبيات. نحن ما بدنا نحكي على السلبيات، خليها لوقتها السلبيات. أكيد رح يكون عندنا عقول تحللنا السلبيات، خلينا نحن بالإيجابيات. والأهم من هذا الإشي أسماء، ما بدنا أسماء دول، أهم إشي يكون متحدين، ولا أعلام، أهم إشي يكون متحدين. ممكن يكون هذا حلم، وإن شاء الله أنه بتحقق الحلم ونكون وطن واحد. أعزائي المتابعين، هيك بكون خلص معانا فيديو اليوم. إن شاء الله أنه يكون استفدتوا وعجبكم، ولا تنسوا المشاركة ولايك للقناة.